يا هلا فيكم، يلا تحييهم. تراني أحب سواليف الحريم، واللي مثلي يرفع يده مثل يرفع أصبعه، وخاصة سواليف جدتي. فقد حكت لي جدتي هذه السالفة عن حرمة كانت تسكن بجوارهم في مدينة القصيم، جاية من مدينة أبها بحكم شغل زوجها في مدينة القصيم. المهم، والله يعيننا على المهم، كان عند هذه الحرمة ولد وبنت، وكانوا شقيين، أشقية يعني شوي مو بواجد. وكانت الحرمة هذه تتأذى من شقاوة أولادها، فكل ما نظفت ورتبت بيتها خربوه، وإذا جوهم ضيوف تشوف اللعب والمطامر والأزعاج. وكانت كل ما زعلت من أولادها تقول لهم اجلسوا عساكم بقنبلة، وفي خاطرها أنهم ما يجيهم شيء، وش اللي بيجيب القنبلة لها الصغر. ولكن سبحان الله، بعد مضي سنوات ارجعوا هذولا لديرتهم، ألم وزوجها وأولادها اللي هو الولد والبنت، ارجعوا لديرتهم في أبها. كبر الولد والبنت، وصار الولد رجال والبنت حرمة، وتحدث في هك السنة حرب بين اليمن ومصر، ويقوم الطيران المصري بضرب مدينة أبها لأهداف أو لأسباب مجهولة عندي. أتمنى ما يجيني واحد بالتعليقات ويقول لي ليش انضربت أبها، وليش وليش وليش، وينضرب المستشفى العام ومجموعة من المنازل في حي الخشع والقرى. حتى الناس اخرجوا من المنازل إلى الوادي والمزارع المحيطة بأبها. المهم، ويموت هالرجال وتموت أخته اللي هم كانوا صغار ودعت عليهم أمهم وقالت لهم عساكم بقنبلة. المهم ماتوا في هذه الضربة بالقنابل، الله يرحمهم، اللي أسقطتها الطائرات المصرية. فسبحان الله، بعد كل هالسنوات تحققت دعوة هذه الأم في أولادها من غير قصد منها. وبعد انتشار هذه القصة انتشرت هذه الدعوة بين الناس في المنطقة بأشكال وصيغ مختلفة، ولا أعلم هل هي من التندر أو شيء خلاف ذلك. وقفة، وأرجو أن نتأملها، وأنا أولكم، لنتذكر دوما أن ندعي على أولادنا ومن نحب بكل ما هو طيب، وخاصة الوالدين فدعوتهم مستجابة. نسائل الله أن يغفر لهم ولنا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات. مصافحة بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب، ونحن وأنتم من عباده المخلصين، ودمتم بحفظ الله وفي أمان الله، ومع السلامة.